نشاط عم بيصير بمدينة طرابلس اللي للأسف كانت عم تمرق كتير بمشاكل وصعوبات كمان بالفترة الأخيرة، وعم بتحاول ترجع تثبت دايما من أول وجديد قديش هي مدينة أهل للعيش وأهل للحياة وبتحب الحياة، وأيضا معروفة بالعيش المشترك اللي بيكون موجود بين أهلها بين طرابلس وأيضا كل مناطق الشمال اللي بيحيطوا فيها. اليوم معنا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال الأستاذ توفيق دبوسي، وأيضا معنا جنان العبد وهي رئيسة النشاط اللي عم بيصير حاليا بشهر رمضان المبارك اللي هو شوبينج إن رمضان بعد بالنسبة لشوبينج فاستيفال اللي عم بيصير بطرابلس بشهر رمضان المبارك. سيد توفيق، جنان، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم معنا باستوديو عالم الصباح. بينعاد عليكم. قبل ما نفوت بالحديث عن نشاط هالسنه اللي عم تقوموا فيه ايضا بطرابلس، رح نحكي شوي بشكل عام عن مدينه طرابلس اللي مثل ما قلنا انقطعت بكثير مشاكل وعم بتحاول دائما تنفض هالغبره عنا وترجع تثبت للناس قديش هي اهل لتستقبل الناس ان كان لها بمدينتهم وايضا من الخارج ضمن اطار عملكم حضرتكم كغرفه تجاره وصناعه وزراعه. هلا طرابلس مثل ما بنعرف كلنا انه تاريخيا مدينة أثبتت بكل المراحل أنها مدينة محبة للسلام، مؤمنة بشراكتها مع كل اللبنانيين بكل مناطقهم وطوائفهم ومذاهبهم. وبعدين طرابلس مدينة موقع استراتيجي عبر التاريخ، كانت مدينة اقتصادية على مستوى المنطقة ككل، يعني ما بس لبنان. ف برأينا أنه وبالواقع ما خسرت هالدور، إسها موجودة موقع استراتيجي، إسها عندها مرفقة وعندها مجموعة مرافق كتير مهمين. ونحن هون لما بنقول المرافق، المرافق الاقتصادية هي ملك الدولة، يعني ملك كل اللبنانيين. يعني تفعيل دور المرافق بطرابلس هو دعم للاقتصاد الوطني وبالتالي دعم لكل لبنان. فننتهز هالمناسبة وهالصبحية لن عبر حضرتك وعبر هالبرنامج لنقول لكل القيادات السياسية على مستوى الوطن ككل أنه التفافكم حول تفعيل المرافق الاقتصادية بطرابلس هو دعم للاقتصاد الوطني. أكيد أنه بيكون في حصة للطرابلسية من فرص عمل ومن استثمارات، ولكن كمان الطرابلسية هن لبنانيين بامتياز وهن مؤمنين بكل شركائهم وحاضرين لحتى يفتحوا كل يحطوا كل إمكانياتهم بتصرف المستثمرين. وعبر طرابلس أكيد أنه سورة الحديثة حتنبنى عبر مدينة طرابلس، عبر لبنان وعبر مدينة طرابلس، والعراق حيبنى عبر طرابلس وعبر الشمال. فمن هون بنلاقي انه حيكون في دور لمدينه طرابلس، دور كثير مهم بكل الاتجاهات وبصوره خاصه الدور الاقتصادي ومردود هالدور على الخزينه اللبنانيه. نعم. وعلى اللبنانيين جميعا. هون كمان يعني تعاونتوا مع الشباب لحتى تقدروا يكون في نشاط بخلال شهر رمضان مبارك ويكون بيحمل عنوان الشوبينج او التسوق، يعني اللي هو بالدرجه الاولى ايضا بيعود بالفائده الماديه على المدينه وايضا على كل المواطنين بالنهايه. مزبوط. كيف طلع فكره النشاط وكيف عم تشتغلوا فيه على الارض جنان؟ مثل ما قلتي، نحن الاعلام كثير ظالم كان مدينه طرابلس، وحبينا نغير هالصورة يلي انطبعت بذهن كتير من اللبنانية، ونجرب بخلال إعلان مدته 30 ثانية نأرجي ونقول إنه هيدي طرابلس، هيدي هي عن جد هالمدينة، نأرجي الصورة الحقيقية لهالمدينة. هدف الإعلان كان نشجع كل المواطنين من كل لبنان إنه يجوا يزوروا طرابلس، أسواقها، السهر فيها، علما إنه طرابلس هي أكثر مدينة فيها حياة بشهر رمضان، يعني من الفطور للسحور ما بتنطفى المدينة. حبينا نقول للعالم تعوا شوفوا الشوبينج بطرابلس الحلو، السهر، المطاعم،
الحرفيات. نحن خلال 30 سنة جربنا نغطي كل جماليات هالمدينة الكتيرة اللي ما قدرنا يمكن نضوي على أكيد كلها. أكيد ما فيكم بكل هالوقت. Exactly. يعني جربنا قد ما نقدر نغطي. منضل يمكن شوي مقصرين بس إنه عم نجرب. خلينا نشوف الإعلان وبنرجع كمان بنحكي أكثر عن الأمور الثانية لأنه أكيد. مثل ما قلتي ب 30 سنة جربتوا تختصروا قدر أكيد. المستطاع بس أكيد, أكيد. الموجودين الأمور الموجودة بطرابلس أكثر بكثير بعد. بنشوف هالإعلان وبنتابع. عيش طرابلس، أسواق طرابلس. حلو طرابلس. رمضان طرابلس دايما كريم. فإذا هون شفنا لمحة سريعة عن النشاط، إنما إذا بنحكي بالتفصيل شو عم بيصير حاليا بخلال شهر رمضان المبارك؟ بطرابلس آخر 15 يوم رئيس أكيد بيفيدنا أكثر، بطرابلس يعني بصير في عندك عجقة بالأسواق، العالم كلها بتنزل بتتسوق إن كان من عكار من الدنية. السهر يلي بيضلوا ل يعني اول الصبح العالم كلياتها بتنزل بتتسحر، الاجواء الرمضانيه بامتياز. حبينا نقول انه تعوا زوروا هالمدينه يلي كل العالم كانت فعلا خايفه انه تطلع، انظلمت بالاعلان انعطت صوره كثير غلط. حبينا نقول انه لا تعوا صوره يعني طرابلس غير ما هي بتبين بالاعلام. وهيدا الشيء الاساسي اللي عم تجربوا تتركزوا عليه. هون كمان تعاونكم سيد دبوسي مع الشباب قديش كمان عم تعطوا نبض جديد للحياه وعم تعطوا نبض جديد لهالمدينه وللمناطق المحيطه فيها. هلا لا شك انه بدنا نشكركم كاشخاص وكشركه اكيد واكيد انه الحقيقه بلشوا بشجره الميلاد ونحن كمان كنا بامس الحاجه لنقول انه في عيش مشترك. هيدا دائما بيلفتنا بطرابلس صحيح. وكان في الحقيقه اول شركه يعني عملت شجره الميلاد بظروف صعبه بالمدينه حضرتهم واليوم طلوا عبر هالمشروع المشروع الحلو يلي كمان بضووا على طرابلس بشهر رمضان المبارك. طبيعي انه نحن نكون داعمين لمشروعهم وشاكرينهم على تفكيرهم بهالشكل الرائي. نعم. ونكون داعمين كل الهيئات والجمعيات يلي بتفكر انها تعمل شيء بمدينه طرابلس ومنطقه الشمال. والحقيقه يعني شهر رمضان اكيد انه هو مميز ولكن المدينه فعلا مش لانه انا رئيس غرفه التجاره ولا لانه ابن طرابلس ولكن المدينه محبه للناس، المدينه اهلها يعني مضيافين نعم. عندهم بسمه بيستقبلوا الاخر بصدق بمحبه وبالوقت نفسه يعني اذا راد يتسوقوا من المدينه بيلاقوا انه كمان اسعار اي شيء كتير مدروس وكتير مقبول. فمن هون منقول لأهلنا بكل لبنان وبالعالم العربي انه هالمدينة اكيد مدينة واعدة، اكيد انه هالمدينة هتلعب دور كتير مهم بالحياة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية بحياة لبنان وكانت ولا تزال لا شك انه عروبية الهوى ولكن برأيي انا انه عروبية الهوى هذا دليل على ايمانها بشراكتها ما بس مع اللبنانيين، ايمانها بشراكتها مع كل العرب ومع كل العالم صحيح ومنتشرين يعني نحن ان كان في السابق او بالحاضر. اليوم بالحاضر الشباب والصبايا الطرابلسية يلي بمواقع قيادية بفكرهم وعلمهم وثقافتهم عم يلعبوا دور كثير مهم على مستوى الكرة الأرضية وبصورة خاصة بالخليج العربي. فمن هون منقول أنه أي مقولة عن طرابلس غير يلي نحن عم نحكي فيه مقولة مجحفة بحق المدينة وما بتعطي الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية طرابلس مدينة السلام والمحبة والإيمان بالوطن
اللبناني. أكيد، وهذا الأساس اللي عم بتركزوا عليه سيد دبوسي. جنان، مثل ما ذكر اشتغلتوا على شجرة الميلاد، وأيضا مزبوط. السنة هلأ بشهر رمضان مبارك، الأنشطة اللي ناطرتنا إن شاء الله شو راح تكون؟ إن شاء الله، يعني نحن دايما عنا نشاطين، هلأ نشاط رمضان يعني كنا أول سنة بلشنا فيه، شجرة الميلاد صرنا يعني هالسنة إن شاء الله خامس سنة كمان بنعمله، وأكيد في نشاطات كتير بعد لقدام يعني حابين نعمل فيها نعملها بالمدينه. وانتم كشركه عم تشتغلوها يعني بشكل مستقل بالتعاون مع بنك مير كمان؟ صح. انا بحب اتشكر بدايه محافظ الشمال القاضي رمزي نهره، وبحب اتشكر سريه درك طرابلس يلي ساعدتنا كثير، بحب اتشكر فريق العمل جان رطل، استاذ سمير نصيف، الممثل عمار شلق يلي حط صوته على الاعلان، واللي هو يعني احنا جربنا هذا العمل يكون شوي طرابلسي يعني اكثر، اللي هو من الشمال. بشكر اكيد اداره تلفزيون المستقبل، بشكر بنك ميد، بشكر غرفه التجاره والصناعه برئاسه الرئيس توفيق دبوسي اللي دائما بيدعمنا باي نشاط نحن بنقوم فيه بطرابلس، ان شاء الله ما يكون نسيت حدا. واهم شيء بشكر صاحب المبادره الاساسيه يلي دائما بيحرص انه تطلع طرابلس باحلى صوره، رئيس شركه الرأي اللبناني الاستاذ جاني نحاس يلي عن جد كثير بحب هالمدينه، هو طرابلسي وبحب دائما يدعمها بهيك نشاطات. اكيد هذا اقل شيء لازم يصير يعني على صعيد انه لانه اهميه مدينه طرابلس، وايضا يعني هالوجود وهالاختلاط اللي دائما موجود فيها، ومش بس لانها هي بشمال كمدينه مستقله، انما ايضا في كل المناطق اللي بتكون موجوده حواليها دائما بتزور طرابلس وبنشوف الحياه اللي موجوده فيها. انا كنت من يومين كمان وشفت قديش في حركه كبيره بعد شهر بعد الافطار للسحور، يعني بيكون في دائما هالحياه اللي هيك مهضومه مع بعضها والاختلاط الحلو. استاذ توفيق، ايضا حضرتك شو بتدعي كمان اللبنانيين ايضا بخلال هالشهر الفضيل وايضا من بعده هلا مع اقتراب العيد ان شاء الله؟ نحن عبر حضرتك وعبر تلفزيون المستقبل بنوجه معايده لكل اللبنانيين، اسلام ومسيحيه. نحن اهل، نحن عائله واحده، نحن بشر قبل ما نرتبط بالاديان. صح. نحن بشر ونحن اخوه ونحن من آدم وحواء، فمن الطبيعي جدا أنه يكون دائما لغة الحوار والإيمان، يعني بالإيمان بالآخر. أكيد أنه لا يمكن نكون فوتوكوبي عن بعضنا البعض، أكيد كل واحد عنده شخصيته وكل واحد عنده اجتهاده وكل واحد عنده رأيه، ولكن نتمنى أنه نمارس الحياة مع بعضنا البعض بلغة الحوار والمنطق الرأي. نحن يعني نشرنا الحرف بالعالم، نحن رواد ثقافة وعلم، نحن ناجحين بإدارة الأعمال. لا يمكن أنه نحن من أوائل البلدين الديمقراطية بالمنطقة، لا يمكن أنه تكون ما لازم نسمح لنفسنا. صحيح. أنه نمارس أسلوب تاني أو طريقة تانية، ومنقول لهم أنه نتمنى على كل اللبنانيين وعلى كل قيادات لبنان، في نوعين من المصاريف من الخزينة اللبنانية، النوع الخدماتي ونوع الاستثماري. نحن ما بدنا يعملونا خدمات، بدنا يستثمروا. إن شاء الله. نحن بنطلب من الدولة اللبنانية ومن الحكومة برئاسة العزيز عقلوبنا الرئيس تمام سلام. نعم. بنطلب من دولته ومن كل الوزراء انهم يدعموا المشاريع الاستثماريه بمدينه طرابلس يلي بتدخل على الخزينه اللبنانيه. صحيح صحيح. مثل معرض رشيد كرامة الدولي، مثل المرفأ، مثل المنطقه الاقتصاديه الخاصه، مثل المدينه التراثيه، مثل المصفات، مثل كل المرافق يلي. صحيح. بتدخل وبتدعم الخزينة اللبنانية. أكيد، شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا فيكم. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات وبنرجع أكيد مع عالم الصباح، خليكن معنا.